ديب 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 أروهي ديب. شو القصة؟ ليش مرعوبك هالقد؟ ديب ديب سنايا 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 شبه سنايا ديب ديب سنايا ليك برا سنايا برا برا ماشي ماشي روقي روقي شوي برا سنايا شو عم تقولي أروهي؟ طيب شو صار لسنايا؟ ايدا لسنايا شفتها ايدا لسنايا ايدا 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 لسنايا أروهي 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 شو صار ديب؟ شو صار أروهي؟ وجه أصفر اللي شو صاير؟ ليش أغمى عليها؟ لا بقى تسألوا هالأسئلة واحد منكم يجيب مي رح أجيب مي فورا أروهي فقت فقت أروهي انت منيحة حبيبتي شو صار لك فجأة بنتي وليش كنتي عم بتعيطي انت منيحة ما هيك ديب برا سنايا سنايا برا برا ماما ماما سنايا 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 حبيبتي راحت كم يوم ورح ترجع لهون لا تخافي يا روحي لا مصدومة صدمة قوية هالبنت وكتير متوترة مو معقول شو بتحب بنت حماها ليك يا بريدبي بنتنا اللي اختفت بس أروهي زعلاني أكتر مننا سنايا ماتت شو عم بتقولي انتي ما لازم تقولي هيك حكي مو منيح مرت اخي شو هالحكي الفاضي اللي عم تقولي لسه من شوي وصلتك رسالة منها لا اديا انا عم اقول الحقيقة انا شفت جثتها برا وتحت التراب حاولت اني طالعها بس ما قدرت حاولت شدها من ايدها بس ما قدرت ديب شفت سنايا انا شفتها برا بالتراب مدفونة هنيك ليك يا اروهي انتي صار معك توتر كتير اليوم لهيك عم تحكي وتتوهمي هيك شغلات انتي بس عم تتوهمي مستحيل هذا الحكي سنايا راحت كم يوم وانا متأكد انها بخير وسلامة انا حاسس انه صحتك مالا منيحة ولازم ترتاحي اكتر لا اديب عم قلك الشي اللي شفته بعيوني صدقني بقى حاولت طلعه ما قدرت وهلا رح ورجيكن ياها تعالوا معي انا رح ورجيكن ياها أروهي. لا اديب اذا بتريد تعا معي رح ورجيك تعا اذا بتريد تعا أروهي عم قلك انه انتي عم تتوهمي لا ما عم بتوهم عم قلك اللي شفته بعيوني أروهي كيف بده يصير هيك شوف. عم قلك انه سنايا منيحة ومو صاير عليها شي شبكي ليك هون أروهي أروهي هاي سنايا عن جد سنايا هاي ايد بابا معقول هاي سنايا مستحيل تكون هي مستحيل تكون سنايا ديب ديب يلا ساعدني خلينا نطالعها من هون
هي اللعبة اللي أنا جبت لها إياها لسنايا من أمريكا من شي 3 سنين تقريبا. بس يا ترى مين اللي عمل فيها هيك؟ لعبة؟ مو معقول. أنا متأكدة إنه الإيد اللي أنا شفتها كانت إيد حقيقية. صح حكيت، معك حق، شكلا مبين عليها إنه حقيقية. سنايا بتحب هاي اللعبة، بتحبها كتير، كانت تحطها بغرفتها دايما، وشفتها لسنايا أكتر من مرة عم تحكي معها وتنيمها جنبها، مو هيك ديا؟ إيه. وقت جاب لها ياها ديب كان كل ما يجي حدا لعنا تقله تعال ورجيك ياها، كانت تقول إنه مستحيل حدا يكون عنده أخ أحسن من ديب. لكان ليش لحتى تعمل هيك بلعبتها؟ لعبتها اللي كانت تحبها كتير. يمكن هلأ فهمت، أروهي كانت معصبة مني كتير، مشان هيك فشت خلقة بهي اللعبة. أنا صرخت عليها بطريقة ما لها حلوة أبدا. ديب اهدى شوي، بتتذكر في مرة دفنت جزان رفيقتها بنفس الطريقة، وقتها صارت مشكلة كبيرة واضطرينا ننقلها على غير مدرسة. ايه بابا بتذكر منيح شو صار، عصبيتها هي اللي خلتها تترك البيت، ومن شوي هي بعتت رسائل للكل وما فكرت تتصل تليفون. بس ديب الشي لو سمحتي أنا... اذا بتريدي اروحي، انت خوفتينا كلياتنا وقت عيطتي، بترجاكي ما بقى تفكري تعملي شغلات ما انا منيحه. اكيد اول ما تهدى سنايا وتروق رح ترجع على البيت لحالها فورا، واذا بتريدي ما في داعي لكل هالخوف، ما بدي اياكي تتعبي وتمرضي اذا ضليتي متوتره، مشان هيك روحي ارتاحي، بترجاكي فوتي لجوا يلا رح نفوت كلياتنا معك. منيح اللي لحقت انه تبدل الجثة باللعبة وبالوقت المناسب. ديب أنا قلقانة وخايفة كتير، بلكي سنايا عن جد. ما رح يصير لها شي لسنايا، أنت هلأ غمضي عيونك وحاولي تنامي. أروهي لا تخافي وأنا معك، اللي عم يصير معنا هلا مشكلة ورح تمرق ورح تضلي معي ونعيش سوا. بوعدك حبيبتي إنه ما خلي حدا يأذيكي، لأنه أنا ما فيني أعيش من دونك. بيلو للأستاذ ولا لا؟ بس لازم يعرف، رح خبره حتى لو بده يعصب علي. ابريت فيه، قلي خلصت شغلك؟ أروهي أخذت السيارة وراحت، والجثة فيها. ديب لوين رحت؟ أنت بتعرف قديش بخاف وقت ما بتكون معي. أنا اللي بلشت عن جد خاف لأنه أروهي ضايعة، وما بعرف
ما بعرف أي شيء عنها. شو؟ كيف يعني آرو هي ضايعة؟ شو قصدك؟ قصدي إنه... ألو؟ اسمعني منيح وفتح لي مخك. آرو هي هلأ بضيافتي، وإذا ما بتجيب سانايا لهون وبتسلمني إياها بدي أحكي كل شيء لآرو، وهي عن العيلة المزيفة اللي عم بتساعدك. حكي مفهوم؟ ليك بصحك تتصرف بغباء، لأني بأكد لك إنك رح تندم. صدقني أنت اللي رح تندم إذا ما بتجيب سانايا وبتجي لهون لعندي فورا. خد مصاري قد ما بدك، بس خلي أروهي ترجع. خلي مصرياتك بجيبتك، ما بدي منه شيء، لأنه سانايا بتسوى أموال الدنيا، وإلا راحت عليك. هلأ رح أبعت لك رسالة بعنواني. ليك شوفي ديب، مين دقلك؟ سوشانت، هو خاطفها لآروهي وبده يفضحنا. طلب مني رجع له سنايا، وإلا رح يحكي كل شي لآروهي بخصوص عيلتنا. لك كيف بيسترجي يبتزك ويحكي معك بهالطريقة؟ أنا شكلي غلطت، الظاهر كان لازم أقتله قبل ما أقتل سنايا، كان لازم أقتله بإيدي. بيكفي بيكفي، أنت ما عندك غير هالحل لمشاكلك، كان لازم أقتل وما عندك حل غير القتل. خليني روق شوي لا أعرف أتعامل معه. هو هلأ بإيده آروهي وبيقدر يعمل أي شي فيها، أنا ما فيني أتركها معه لأني بخافي أزيها. آروهي 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 كل الوقت آروهي. ديب أنت مانك عم تخوني، أنت بتعرف أني بكره الخاينين، ولهيك إياك تحاول أنك تخوني. ما في هيك شي، بلا هذا اللي عم بيصير، أنت عم تخوني. قلي الحقيقة، أنت بتحبها لآروهي؟ قول. ما في هيك شي، أنت عم تفكري بطريقة غلط. كل حكيك كذب، كله كذب. ماني عم كذب بشي، فهمتي بقى؟ أنا ما بحب ولا بنت تانية تارا، صدقيني قلبي معك أنت وبس. هدفي أني أنقذ آروهي، لأنه إذا سوشانت بيقول لك كل شي رح تفلت الأمور من بين إيدينا، ووقتها كيف رح أقدر أنقذك؟ اهدي تارا، هلأ مو وقت التعصيب بالمرة، هلأ وقت التفكير كيف بدنا ننقذ آروهي. سوشانت الواطي، يعني قصدك إنه واحد من عائلتنا؟ ماني شاكك بحدا، بس بصراحة أنا متأكد إنه حدا من عائلتنا قتلها. أنت لسه ما بتعرفي شي عن حقيقة هالعيلة هي. هاي السيارة اللي فيها الجثة، لسه ما حدا شاف الجثة بالطبون. أروهي هاي ديب، رجع لورا، رجع أحسن ما يصير لشي مو منيح. ها أنت شو عم تعمل سوشانت؟ خلي أروهي تروح، هي ما لها دخل، نحن منحل الموضوع بيناتنا. أنت واحد محتال وجايب هالختيار معك لهون كمان، ما في داعي نحكي بأي شيء أبدا. ديب إذا بتريد فهمه لسوشانت، ما بعرف شو صاير له، عم يألف قصص غريبة، قال سنايا مقتولة وحدا من عائلتنا هو اللي قتلها. لو سمحت احكي معه. أي حدا منكم قتلها لسنايا؟ ها أخذتوا حبيبتي مني، مين اللي قتلها؟ احكوا. أروهي لا تصدقي، هو معصب هلا لهيك عم يخبص ويحكي شغلات غريبة كتير، لا تصدقي. أنا بحكي شغلات غريبة مو، بس أنتوا عائلة مجرمين. أروهي لا تصدقي شي من هذا الحكي، كلياته كذب. أنا ماني فهمانة شي أبدا، وما شفت جسد حدا بنوب، أنا بس شفت اللعبة اللي هداها ديب لسنايا أخته. اللي شفتيها أنت مو لعبة، هي جسد سنايا اللي قتلوها، وأنتوا اللي دفنتوها تحت التراب لحبيبتي، مو هيك؟ احكوا. إيه ايه صح، سنايا ماتت، بس ماتت بالنسبة لإلك، ماتت بالنسبة إلك من زمان، من يوم فكرت تهين العلاقة النظيفة بين الأخ وأخته، بس هي عايشة بالنسبة لإلنا،
وهلا انا اخذت قرار لبين ما ترجع سنايا تاخد حصتك كامله من الورثه وبتروح مشان ما توسخ سمعتنا. مالي حابب اختي حبيبتي وقت تروق وترجع على البيت تشوفك قدامه وتتذكر شي من اللي حكيته معها. شو هالتمثيليه اللي عم تعملها؟ عن اي اخت عم تحكي وعن اي عائله؟ اروهي كلهم عم بيكذبوا. هو ما بيكون اخي ولا هذا الختيار بيكون ابي. حضراتكم بعتوها على محل ما فيها ترجع منه لانكم قتلتوها، كلكم مجرمين. شو قلت هالادب سوشانت؟ اذا حضرتك مانك معتبرنا عائلتك اعمل مثل ما عم يقلك ديب، خد حصتك من الاملاك وروح قبل ما اعمل شي ما يعجبك. شي حلو طلعت محتال وكذاب اكتر منه. انتو قتلتوا حبيبتي سانايا، انا متاكد من هالشي وراح حاسبكم. اروهي عن جد صدقيني هدول كذابين ومحتالين ومجرمين كمان، وللاسف بهي العيله ما في حدا منهم بيقرب حدا. سوشان انا عن جد متضايق منك، ما بحياتي تخيلت انك تنزل لهذا المستوى. انزلت لهذا المستوى بس مو قدك انت. اروهي انت لساتك مو مصدقتني مو؟ هذا مو ابي، هذا بيشتغل خادم. خلاص بقى سوشان، ما كنت متخيلة انه هالحكي يطلع منك انت. اول شيء قاعد عم بتهين العلاقة اللي بتجمع بينك وبين اختك، وحتى ابوك واخوك عم تتبرى منهم تنكرهم. ليش عم تعمل هيك؟ فهمني ليش؟ خليت ابوك واخوك يطلبوا منك تاخذ حصتك وتطلع من البيت. اروهي صدقيني مايا رايت شاند امنا، هي ما بتكون امنا، هي وحدة تانية غريبة عنا وهدول بيعرفوا. بس سوشانت ديب شو انت ما بتستحي؟ ما بتخجل من حالك تحكي هيك حكي عن امنا؟ عم تقول عنا وحدة غريبة؟ بابا لا تخلي هذا يروح، هذا جن. معقول انا ربيتك لحتى تعمل هيك؟ تقول عن أبوك واحد مثال وعن أمك واحدة غريبة؟ أروهي صدقيني كلهم عم بيكذبوا، عم بيحاولوا يخفوا كل الحقيقة عنك. ديب أروهي صدقيني هذا كذاب، رح أقول لك كل شيء. المهم أنت بخير هلأ، هلأ رح أحكي لك الحقيقة. أنت منيحة؟ مبسوط باللي عملته هيك؟ أروهي شو إلها علاقة؟ طيب يا سوشانت أنا رح أحكي الحقيقة، ما في علاقة قرابة بيناتنا. أنا مستحيل كون أخوه ولا هذا الزلمة أبوه ولا أمنا اللي بالبيت أمه، وكمان دي يا أختي ما في قرابة بيناتهم ولا حتى سنايا بتكون أخته. أنا عن جد ندمان كتير بس لازم خبرك الحقيقة كلها. سوشانت واحد يتيم من كم سنة، ماما وبابا بالصدفة لقوه بعدين تبنوه، وشكله ما تعلم كيف الواحد بيحترم عيلته أو كيف بيتعامل مع أخواته وأهله. للأسف شاطر بس بالسرقة. تعرفي شو كان يعمل قبل ما أبي وأمي يتبنوه؟ كان يسرق أغراض العالم بالشارع. صحيح يا بنتي، أنا غلطت وقت شفقت عليه وتبنيته. كيف بدي أعرف إني رح أدفع ثمن هالغلطة اللي غلطتها؟ تعرفي؟ أنا كنت حبه أكتر من إخواتي الحقيقيين وما أذيته بشي أبداً، وأنا يلي طلبت من بابا إنه يكتب اسمه معنا بالورثة كرمال ما ينقصه أي شي طول حياته، بس للأسف ما كان قد هي الثقة وتنكر لكل شيء قدمناه. هو اللي بيحكي عن العيلة اللي تبنوه، وشوفي كيف خطف مرت أخوه كمان وعم يعمل علاقات مع بنت مثل أخته. ماني قادر أطلع عليه أبدا. لساتك مو مصدقة؟ بس دقيقة طلعي شوفي الوراق الثبوتية. شو هالقصص اللي عم تألفها؟ بدك تنفض بعملتك بكل ذكاء وبدون حساب؟ كل حكيك كذب وكل هالعيلة كذابة،
بس أكيد رح يجي اليوم اللي تبين الحقيقة كاملة. بيكفي سوشانت؟ آروهي هو عم يحكي هيك لأنه إنسان سيء وما بيبين معه المنيح. اسمع، لا تحكي علي بهالطريقة، مفهوم؟ خلص بيكفي بقى، خليك ساكت، أحسن ما يصير شي مو منيح. آروهي لساتك مو مصدقتيني؟ ليكي هدول هن الأوراق تبع التبني، أوراق قانونية، وشوفي كمان هاي صور عن سجله الإجرامي كله. بكفي ديب، أنا ما بدي أشوف ولا أسمع أي شيء، خلص فهمت كل شيء لحالي. ماما قالت لي إنه كل يوم رح أعرف شيء جديد عن هاي العيلة، وقت حكيت لي فكرت رح تكون شغلات تافهة، بس شايفة إنه كل يوم في سر جديد. معقول خبيت عني هيك شيء مهم؟ هذا سر ما بيتخبى ديب. سوشانت ما بيكون أخوك الحقيقي، وأمك وأبوك مو أهله الحقيقيين. مو معقول، أنا بلشت خاف، قديش في أسرار مخبيها عني وهلأ عم يطلعوا لي شوي شوي. بس إمتى رح تنكشف كل هالأسرار يا ترى؟ أروهي لازم تعرفي هالعالم حقيقته. اليوم قتلوا سانايا وبكرة رح يقتلوكي. سوشانت خلاص، ما بقى بدي اسمع شي، وما بقى بدي شوف وشك ولا اسمع صوتك طول حياتي. بعد ما هنت عيلتنا بهي الطريقة انا كتير خجلانة فيك. انت ما بتعرف تحب ولا تحترم العالم اللي ساعدوك. منيح اللي سانايا بعدت عنا، وقال لك اندمرت لك كل حياتها. بكفي، لا بقى تجيبي سيرة سانايا ابدا. روح اعملي اللي بدك يا، بس لا تحكي على سانايا بنوب. بابا إذا بتريد طالعوا من هون من غير شي عم يسبب لنا مشاكل كتير بحياتنا. أنا اللي عم بعمل مشاكل؟ آه أنا؟ على فكرة أنتوا اللي دمرتوا لي حياتي وحياة سانايا كمان. أنتوا أخدتوا سانايا مني، وأنا هلأ رح أخد أروهي منك. ديب أنا ما رح أسمح أنه يصير لك شيء أبداً. حبيبي بترجاك افتح عيونك. ديب، سوشانت أخذ السيارة اللي فيها سانايا. سانايا؟ شبهها سانايا عم؟ بنتي الصراحة سوشانت هرب بالسيارة، يلا خلينا ناخده. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.